دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجنا حروف الجر. ساعات كتير بتبقى الحلقات ليها بدايات، البدايه مش مقدمه الحلقه، يعني البدايه كانت ما قبل المقدمه. فضيفنا العزيز قال لي مجموعه من الحاجات اللطيفه جدا وقد يكون فيها من التحدي اكثره او اكبره، وقال لي معادنا بعد رمضان، قبل رمضان. خلونا نرحب بقوة وبشدة بالفنان الكبير الدكتور أشرف زكي، نقيب المهنة التمثيلية، منورنا في حروف الجر. ربنا يخليك. زي الصح، كله زي الفل. أنا هبدأ بالحكاية بتاعت قبل رمضان، أبدأ بيها. طيب، مقر أكاديمية الفنون في محافظة الأسكندرية، قصر الأميرة فايقة. أنا روحته، فلما قلت لحضرتك دلوقتي قلت لك يا دكتور القصر، حتى انا قلت الاميره فوزيه قلت لي فايقه، قلت لك ايوه انت رحت، قلت لك ايوه يا دكتور، فسكت، قلت لك وحش قوي، قلت لي طيب استنى قبل رمضان. هو يعني اولا بص، خلينا اتكلم كده في دقيقتين على ان اكاديميه الفنون لما اتعملت وانا هبقى هديك بعد شويه فيلم عن افتتاح الاكاديميه. اوكي، بس الفيلم ده حق الاداء العلني. ايوه، دكتوره دوريه اللي بعتهولي. ماشي. عشان لو بتسمعنا هتقولش رئيسه اللجنه ما نقدرش. أيوة. بص يا فندم، اللي حصل ان طبعا الاكاديميه اتعملت يعني لما اتعملت كان تعداد سكان مصر 19 مليون. وكانت منطقه العمرانيه اللي في القاهره دي منطقه كويسه. او يعني لسه كانت بكر. طبعا دلوقتي احنا في مشاكل كبيره قوي. طبعا. طيب سيبك من العمرانيه. النهارده احنا تعدادنا حط على 19 دول 100 كمان. ايوه. طب فين العداله الثقافيه؟ فكان من ضمن التخطيط ان يتعمل فرع في اسكندريه. وبالفعل يعني اساتذتنا السابقين عملوا ما اسموه وحده. وكان الوزير فاروق حسني خصص قصر الاميره فايقه لهذه الوحده. وكان عباره عن دراسات حره للباليه والكونسرفاتوار وبس وكفى. ثم بعد أجيال شوية عملوا قسم للتمثيل ولكن تحت مسمى وحدة. الوحدة لا تمنح بكالوريوس. فلما جاءت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأنا شرفت باختياري رئيس الأكاديمية، أنا عرضت عليها أن يكون هناك قرار جمهوري بإنشاء فرع الأكاديمية الفنون بالأسكندرية، لأن اللي موجود ده وحدة. دكتورة إيناس عبد الدايم معها تفويض سلطات رئيس الجمهورية فيما يخص أكاديمية الفنون فيما عدا حاجة واحدة، اختيار رئيسها. فالدكتوره ايناس عبد الدايم طلعت بالفعل قرار بانشاء فرع في اكاديميه الفنون في اسكندريه. عملنا لاول مره في تاريخ اكاديميه الفنون معهد سينما في اسكندريه، وعملنا معهد للنقد الفني في اسكندريه. المشكله ان الـ 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 الحقيقه محافظ اسكندريه اللواء محمد شريف، وهو يعني رجل عظيم ورجل محترم، لما رحت له وشرحت له ان احنا محتاجين نحط يد التطوير على المكان، يعني رحب بشده، ولكن قال لي طبعا في ضوء قوانين البناء. قلت له طبعا احنا ملتزمين بقوانين البناء. الحي في بعض الناس الافاضل في الحي فاهمين ان قصر الاميره فايقه يعني كانه قصر البارون وحاجه معماريه اثريه عظيمه الى اخره. فانا جبت من الاثار ما يثبت او من التنسيق الحضاري ما يثبت ان المبنى ليس مسجل اثر. واحنا مش هنيجي جنب المبنى على فكره بالمناسبه، لان ده كان زمان مبنى وبتنزل الاميره من سرداب. أيوة. تروح على البحر الى اخره. مفيش الكلام ده خلاص للاسف. فانتقلت انا والسيد رئيس الحي والساده المهندسين الافاضل اللي مسؤولين عن حي الاسكندريه، الكلام ده من 4 ايام. ورحنا قصر الاميره فايقه ووريتهم على الطبيعه المكان، ووريتهم على الطبيعه الهدفي اللي انا عايز اعمله. والناس مشكورين، رحبوا جدا بيد التطوير اللي احنا عايزين نعملها. لذلك انا بوعد حضرتك ان شاء ربنا، لو ربنا ادانا عمر ان شاء الله قبل رمضان ان شاء الله يعني تشوف حاجه تانية باذن الله. باذن الله. تليق يعني بعروس الصغر، بعروس. صح. البحر الابيض المتوسط. صح. اسكندريه بلد الفنون، بلد الفن طبعا، بلد الثقافه طبعا. طيب انتقل بقى لصلب الحلقه. تحت عمر. النقابه عند حضرتك نقابه
مثقلة بالتفاصيل وممكن نسميها مثقلة بالهموم. السؤال الافتتاحي بتتابع تفاصيل ومشاكل النقابة وأعضاء النقابة إزاي؟ يعني أول حاجة قلتها لي، قلت لي أنا دلوقتي لازم أقفل التليفون لأن التليفون ده مش هيبطل رن ومش هيبطل رسائل، فعلى الأقل في الحلقة هقفل يعني. أولا يعني شرف كبير لي أن أنا يعني أكون يعني نقيبا للمهن التمثيلية، نقابة عريقة ونقابة يعني أساتذة كبار، وهذا الكرسي يعني قاعد عليه عمالقة يعني الفن في مصر والعالم العربي. إحنا نقابة صعبة مش سهلة، ونقابة فقيرة مش غنية كما الناس ترى. ومشكلتنا ان احنا عاملين زي لعبة الكورة كده، لينا برضو عمر افتراضي يعني تاخذك الاضواء ثم يعني وليس في طبع الليالي الامان يعني زي ما بتقول سيدة ام كلثوم. فطبعا احنا الناس فاهمة ان النقابة هم مجموعة الممثلين المشاهير اللي تعرفه. لا، احنا عندنا 11 شعبة، في شعب يعني ما فيهاش مشاهير لكن فيها ناس مهمة جدا جدا طبعا. جدا يعني احنا عندنا فرقة رضا، فرقة قومية، عندنا كل قطاع الفنون الشعبية الاستعراضية ده عندنا، ودول سفراء طبعا، دول يعني اللي أسسوا الفن الشعبي على مستوى العالم، مش على مستوى العالم العربي، على مستوى العالم كله. عندنا العرايس، مسرح العرايس وفناني ومبدعي مسرح العرايس بقى والليلة الكبيرة والحاجات العظيمة طبعا. عندنا السيرك القومي ونجوم السيرك القومي اللي أذهلوا العالم فطبعا. وعندنا بقى شعب أخرى زي الإخراج الإذاعي اللي هو الإذاعة المصرية مسبيرو يعني اللي تعلمنا فيه الميكروفون وحبنا وعشقنا الميكروفون كان من خلال أساتذة كبار طبعا. كنا نتجمع كلنا في طرقة الإذاعة استوديو 37. عندنا شعبة الدراما والنقد وأدب المسرح وإلى آخره. طبعا الناس بتختزل النقابة في المية او المتين ممثل اللي هي عارفاهم وفاهمة ان كل الممثلين اصحاب الملايين، طبعا ده مش موجود. صحيح. احنا زينا زي اي فئة في الدنيا، دكاترة فيها برضو ناس تاخد ملايين، المحامين فيها ناس تاخد ملايين الى اخره، ولكن السواد الاعظم وخاصة ان النهاردة سوق الانتاج اختلف. انت كنت زمان عندك قطاعات الدولة معاك، مدينة الانتاج الاعلامي، صوت القاهرة، قطاع الانتاج، قطاع التلفزيون، منتج مشارك، منتج خاص، دبي، مش عارف عجمان الى اخره. النهاردة احنا طبعا سوق الدراما اختلف مع تزايد الاعداد. النهاردة انت الاعداد اللي عايزة تمثل او عايزة تمارس اي فن من فنون المهن التمثيلية الاعداد زادت جدا، فاصبح ان المعروض اقل بكتير جدا من الطلب، وبالتالي هناك يعني ازمة حقيقية في سوق العمل. والشباب اللي بيتخرجوا من المعاهد الفنية ومعاهد فنون مسرحية الى اخره يعانون من ان طبعا بقى في ازمة، مع ان بقى في بقى ما يسمى بالورش، ما يسمى بالحاجات الاخرى، وبرضو اهي بتفرض نفسها مع السوشيال ميديا والادوار اللي بتلعبها برضو الى اخره وبتاع. فاحنا بنعاني معاناتنا ان سوق العمل ما بقاش يحتوي العدد الكبير والعدد الهائل اللي موجود. الاساتذة الكبار يعانون ايضا من غدر الزمن وبقى بتبقى موضة، لا استعبان اصلا ما يقدرش، طب انت جربت، طب انت كلمته، طب انت شفته. فطبعا المهن الاخرى، انت عندك مهنة زي الباليه دي شعبة عندنا طبعا، او الفنون الشعبية، المهن دي ليها سن، ما انت مش هترقص بعد الخمسين او الستين، او يعني قول الممثل هيعرف يمثل، لكن الراقص دي عمر افتراضي زي لعيب الكرة زي قلت لك بالظبط، زي لعيب السيرك الى اخره. وانا بكلمك عن ناس يعني لعيب السيرك العظام دول او راقصي فرقة رضا، الناس دي عايشة على مرتباتها الحكومية. طب انت النهاردة هيعمل ايه واحد بياخد 1000 أو 2000 في الشهر خلاص. فطبعا يعني عشان كده احنا نقابة كمان زي ما انت سألتيني السؤال ازاي بتتابع، احنا نقابة عارفة بعض يعني نقابة عارفين بعض، لان احنا النهاردة انت لو نزلت مدينة الانتاج الاعلامي ودخلت شفت كام لوكيشن تصوير، مع رحت بالليل البالون، مع كام استوديو اذاعة، هتلاقينا يعني ما احناش يعني احنا مهنة قايمة على التلاقي. يعني المحامي بيقابل زميله خصوم في المحكمة،
الدكتور بيقابل زميله في الطرقه يسلموا على بعض، لكن احنا مهنه اقل عمل هيبقى فيه كام واحد؟ 30 40 واحد. لو بنعمل مسلسل تلفزيوني ولا اذاعي ولا مسرحيه هتلاقي ربع النقابه موجود في صحيح. فطبعا بنبقى همومنا منعكسه على بعض او بنقدر نعرفها. وكمان احنا عاملين بعض الجروبات او بعض المواقع اللي بتخلينا نبقى على تواصل ببعض شويه ونبقى عارفين يعني في نقابه التجاريين او الزراعيين دي نقابات تعدادها يصل الملايين. يعني مش مطلوب من النقيب ان يبقى عارف يعني حتى تمن الاعضاء لان ليها كمان افرع في المحافظات وهنا، لكن احنا نقابه عددها احنا تعدادنا تقريبا 4000 وتقريبا نعرف بعض كلنا. فطبعا المشكله ان احنا تحت دائره الضوء طبعا. فلما حد بيحصل له حاجه الحق ده. يعني امبارح كنت معدي في فم الخليج ماشي وكان معايا واحد صديقي فشاورت له كده على مكان، قلت له شايف المكان ده؟ قال لي، قلت له ده اللي بيقعد فيه الفنان محمد عبد الحليم منذ ان كان طالبا في المعهد yeah. اللي افتكروه كان قاعد يعني في حاله هو ده قعدته. لكن تبص تلاقي حد قام مصور حاجه ولا فيديو يقول لك اتفضل وفلان مش لاقي ياكل وفلان. طب وانت شعرفك يعني انت شعرفك انه مش لاقي ياكل؟ في نقابه على فكره احنا نقابتنا مش عشان يسيبك مني يعني من اجيال واجيال، نقابتنا تحترم الاخر وعمرها ما تسيب حد. وانا اتحدى ان يجي فنان يقول لك النقابه تخلت عنه يعني، انما انت ما تجيش تلاقي واحد قبل كده برضو في زميل اسمه سيد مصطفى وقال بيوقف تاكس قاموا مصورينه وده بيع الراجل طلع انكر برضو. الاستاذ محمد عبد الحليم نفس الكلام الله. وبعدين هو احنا المهنه الوحيده اللي فيها ناس تعبانه؟ ما كل المهن فيها ناس تعبانه، ما نعرف مهندسين تعبانين وزراعيين تعبانين واطباء تعبانين الى اخره يعني. لكن النقابه تحترم، والنقابة احنا عندنا مظلة اجتماعية وصحية على اعلى مستوى، احنا لا نترك احد. طيب خليني هستأذن اروح لفاصل، وده هيخليني اكمل بعد الفاصل في نقطة صغيرة هي فكرة تنمية موارد النقابة قدر الامكان بحيث انها تقدر تغطي احتياجات الاعضاء، لانه زي ما حضرتك قلت لي احنا نقابة للأسف فقيرة، الناس بتبص من على الوش ومش شايفين تفاصيل ال11 شعبة التانية. هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع دكتور أشرف زكي لو سمحتوا استنونا. انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بكم مره تانية معنا في برنامجنا حروف الجر، وكل الترحيب بدكتور اشرف زكي نقيب المهنه التمثيليه وطبعا الفنان الكبير. قلت لي احنا نقابه فقيره، الناس باصه على 100 ممثل ومش باصين على 11 شعبه موجوده جوه النقابه. طيب هنا يجي السؤال، هل النقابه تقدر تنمي مواردها فتحل مشاكل كتير من الاعضاء؟ انا تابعت حوار مع استاذ يسري الجندي في جريده الشروق الاسبوع اللي فات، انا عيطت وانا ما بعيطش يعني، انا معروف ان انا غتت ومتحجر فانا عيطت. ليس يعني استاذ يسري بيقول انا مش محتاج حاجه، انا اولادي شايلين الدنيا، بس ازاي يصل الحال بالاستاذ يسري الجندي الى انه يشتكي في حوار؟ شوف اول حاجه لازم تعرف احنا مواردنا منين. احنا النقابه الوحيده يعني مش الوحيده في النقابات الفنيه، النقابات الفنيه نفس الحال، بس انا احكي لك ظروفها اللي موردها من اعضائها، لا ليس لنا مورد اخر. ايه بقى اعضائها؟ احنا بناخد 2% من العقود اللي بيعملوها الفنانين. طب ما في كام فنان شغال؟ ويا ترى العقد اللي بيجي لي ده عقد بجد ولا عقد صوري؟ بجد لا ما حدش بيلعب. ماشي ما حدش بيلعب. النهارده لما تحسب الرقم ده هتلاقيه رقم ضعيف. مطلوب مني من هذا الرقم الضعيف اعالج وادفع معاشات وبعدين انا بتكلم على رموز. طبعا انا بتكلم يعني رموز انا مسؤول عن اسرها بعديها. ولو اتاخرنا عن علاج فنان ولو اتاخرنا عن علاج اي زميل بتبقى مشكله. فطبعا احنا بقى يعني بقالنا فتره في الاجابه على سؤالك تنميه موارد النقابه. النهارده احنا عندنا تصورات هنعرضها على مجلس النواب في ازاي، والا مش عايزين فن. ما هو احنا عايزين الناس دي نضمن لها حياه كريمه يا هنشحن. وفي الاخر احنا اكتر ناس بيهللوا الحق ده مش لاقي والحق ولا
الحمد لله. يقول لك ايه وفلان ليه ما يتبرعش علاء؟ ما انت ما انا يعني ما تخشش في تفاصيلي. انا عندي الاسره الفنيه شايله بعضها. انا ما عندي حد تعبان او حد ظروفه مش كويسه انا بكتب لهم في كذا كذا بيبعتولي حاجه بيتاخر. لكن دي مش آلية طبعا. احنا عايزين نعمل نظام، عايزين نعمل يعني يمكن ده قايم على اشرف بعلاقات اشرف او قايم على المجموعه اللي معايا دلوقتي مصدقاني. لكن المجموعه ممكن تيجي لك مجموعه مش مصدق مش يعني. فطبعا احنا من حقنا البحث عن تنميه موارد للنقابات المهنيه او النقابات الفنيه. فمثلا يعني هضرب لك مثال صغير. يعني كل الناس بتاخد على تذكره السينما المسرح الا احنا. يعني الا النقابه اللي مسؤوله عن المنتج ده. تيجي تقول عايز عليك فنان يقول لك هو الفنان بتاع ده ما طب ما انت شرفك اساتذتنا الكبار عايشين ازاي، اساتذتنا الكبار بيتعالجوا ازاي. انا وبعدين لما تيجي تقول الدوله متاخرش، بس انا برضو من حقي ان ارفع على الدوله بعض الاعباء. ولا 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 ولا, ولا لأن, لان في الاخر ما فيش حاجه اسمها تكافل كامل، لا يوجد. انت كان يقول لك حتى الاب والام مش هيشيل لك تكافل كامل، انت بتيجي في مرحله يقول لك اصرف على نفسك. فانا من حقي انمي مواردي، من حقي المنصات اللي طلعت دي اخد منها نسبه، من حقي الوسائل التواصل الجديده اللي طلعت دي مش عارف ايه الـ 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 الحاجات اللي طالعه اخد منها، اخد منها نسب، لان انا مسؤول عن قوة ناعمة طبعا، مسؤول عن رعاية ناس ما ينفعش. وبعدين انا مش تعالى النهارده اروح عايز اطلع قرار عن نقد الدولة، اقول لك تبتدي تتهاجم وتبتدي وانا مش مواطن وانا مش حقي وانا مش قضيت الدولة دي وانا مش اسعدت الملايين دول. وانا لو عندي صندوق او صندوقي بتاع النقابة قادر ما كنتش طلبت ان يتم استصدار قرارات بالظبط. فانا النهارده هذا هو الحل الوحيد. احنا في البرلمان سنة 2010 كنا وصلنا لقرار طلع قانون طلع من البرلمان وللأسف ما تصدقش عليه وهو 1% من مجمل الأعمال. تعالى قضية أهم، أنا فين حقي في الأداء العلني؟ النهاردة قنوات فضائية كبيرة فاتحة على الأفلام المصرية وعلى المسلسلات المصرية واللي بيمثل ده النجم اللي جوه ده مش لاقي ياكل مش لاقي يتعالج صح، وانت بتطلع من أعماله ملايين. طب اديله يا اخي على العروض على العرض بتاع على عادة الفيلم. العرض يعني العرض افترض اشرف شغال مثلا في مسلسل الايام مثلا فالايام ده بيتعاد مره واثنين وعشرة والناس بتكسب ملايين واشرف مش لاقي ياكل. لا، لابد ان نضمن للفنان حياه كريمه. لابد ان انا مش طالب من حد حاجه، لا طالبين من حد اعانات ولا معاشات ولا حد يتبرع لنا، طالبين ناخد حقنا في استصدار قوانين جديدة هنعرضها على مجلس النواب قريب، ثم حق الأداء العلني. الدستور فيه الملكية الفكرية، فإحنا حقوق مجاورة. الله، يعني أنا كبار الفنانين وكبار الممثلين وكبار السينمائيين وكبار المطربين، لو الأستاذ يسر الجندي أنت اللي ذكرت اسمه بياخد على إعادة أعماله، أنا كلمني الدكتور يحيى الفخراني من 3 أيام وانا كنت في حي اسكندريه عشان موضوع الاكاديميه. كلمني كنت في السكه، فقال لي انا بكلم استاذ يسري تليفونه ما بيردش. المهم وصلتهم ببعض فكلمه على المقاله اللي في الشروق، انا كنت اعرف يعني. فكان بيقول له يا استاذ يسري انت اسعدتني انا الدكتور يحيى عمل مع يوسف الجندي اعمال عظيمه طبعا. بيقول له انا من اعظم اعمالي، طب لما بتتعاد ان شاء الله تعرف لو على كل اعاده 100 جنيه هتبقى الحياة كريمة طبعا. الله، فالنهاردة هذه قضيتنا، احنا كأننا بنكلم نفسنا. لكن انا اقول لك حاجة، وانا لا بنافق ولا بجامل ولا عندي استعمل كده، انا شايف ان القيادة السياسية عينيها على الفنانين وعايزة تعمل حاجة للفنانين ونفسها ومؤمنة بان القوة الناعمة قوة مهمة. طبعا، عشان كده احنا في سبيلنا للدكتورة ايناس عبدايم يعني بتجهز لي مع الرئاسة عيد الفن وعودة عيد الفن وتكريم الفنان المصري، وليس التكريم ان احنا ناخد الوسام. الوسام جميل بس هياخده كام، 5 أو 10؟ لكن التكريم ان احنا نعمل حاجة للفنانين، نعمل لهم حاجة تضمن لهم حياة كريمة. لان النهاردة في فنان يجي يقول لك ايه ده اهان تاريخه نزل يشتغل، طب يعمل ايه؟
طب يعمل ايه؟ يعيش منين؟ صح. والناس والناس بتعمل معاك لانك فنان، يعني لازم تودي ولادك مدارس ايه؟ لازم تـ 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 تروح تتعالج فين؟ لازم تركب ايه؟ فانت عايز تخرج فاصل ولا لا؟ كملي وبعدين ابقى اطلع الفاصل. طيب. فالنهارده يعني الناس كمان رافضه تصدق ان انت بتعيا، الناس كمان رافضه تصدق ان انت لما تعي تروح مستشفيات حكوميه، رافضه تصدق ان انت تركب مواصلات، رافضه يعني لو انت بص ويشتموا يقول لك الله. فالنهارده لازم نحافظ على قوانا الناعمه، لازم نكرم الناس دي، لازم نقول لهم انتوا رموز، لازم نقول لهم. فاحنا ان شاء الله ننتظر باذن الله مع عيد الفن قرارات من سياده الرئيس لصالح الفنان المصري. احنا الحمد لله خلال ايام قليله جدا سننتهي من دار مسنين الفنانين هنا في اكتوبر، هي خلصت خلاص، وهي بمنحه كريمه من يعني سمو الشيخ سلطان القاسمي الله عليه حاكم الشارقه، وهي خلصت اجمل خلاص. الناس اللي طبعا في الدنيا طبعا يعني باسمي وباسم كل فناني مصر بنتقدم له طبعا بكل الشكر والتقدير والحب والعرفان، لان الحقيقه عامل دار مسنين يعني احنا نفتتحها قريب جدا، خلاص بنفرش خلال ايام اهي برضو تضمن حاجه طبعا، لكن احنا في استصدار، في انتظار استصدار قرارات. يعني احنا ادونا الاداء العلني ومش عايزين حاجه تانية، شكرا. لكن النهارده محمود رضا العظيم الله يرحمه، محمود رضا شوف اعماله بتعمل ازاي، هل محمود رضا بياخد على اعماله دي حاجه؟ هل الاستاذه الكبيره فريده فهمي بتاخد على اعماله حاجه؟ هل 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 ورموز. تعال نتفرج على الاقصر بلدنا، تعال نتفرج على الليله الكبيره، تعال نتفرج، الناس دي اسعدت ملايين. صح، الناس دي شكلت وجدان، شكلت الوجدان. طب ما نقول لهمش شكرا؟ خلينا استأذنك في فاصل، ده مش يتقال لهم شكرا، يتقال لهم مليون شكرا الحقيقة. واستأذنك في فاصل ونرجع نكمل الكلام على النقطة دي، ليه لسه لحد دلوقتي ما تمش انه يتم صياغة مشروع قانون ما ويتم احالته لمجلس النواب علشان يناقشوه وبالتالي يتم اعادة او اعادة جزء من حق الفنانين اليهم. فاصل ونكمل الكلام مع ضيفنا العزيز دكتور اشرف زكي لو سمحتوا، استنونا. انتم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الفواصل كنوز. دكتور اشرف زكي قال قدامي دلوقتي انه كان هيبقى مذيع في الاذاعه زمان. ايوه ده ايه ده؟ احكي لي. اول ما اتخرجت من المعهد كنا بنروح كده نشتغل في البرنامج الثقافي هنا بالتاني في الإذاعة طبعا، فمع زميل لينا الله يرحمه اسمه احمد سليم وزميل لينا اسمه عصام العراقي الله يرحمه، فشافتني الاستاذه فوزيه المولد سمعتني الله، فقالت لي انا عايزاك. سجلت معاها تاني يوم برنامج كبير جدا وهي لوحدنا، وكان بمناسبه ثوره 52، ثوره يوليو 52 طبعا. وبعدين قالت لي اكتب لي طلب ان انت عايز تبقى مذيع، انا عايزك تتعين مذيع. وفعلا كنت شغال في اجراءات التعيين ان انا ابقى مذيع في الاذاعه، وبعدين جالي بقى التعيين في المعهد بقى، فروحت لها شكرتها واعتذرت لها. فسبت مهنتنا. سبت مهنتنا الصعبه ورحت المهنه اكثر صعوبه. طيب احنا كنا بنتكلم، انا عايز بس الاول حاجه قول لي، يعني انا عشان ايه؟ انا عارف الحوار ده هيطول ومش انا عادي. بس عايز اتقدم بخالص الشكر لمعالي المحافظ اللواء احمد راشد محافظ الجيزه والسيد رئيس حي العمرانيه الاستاذ محمد نور ماشي واللواء شفيق جلال حلو. الناس دي يعني لولاهم طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى ما كناش عملنا النقله اللي حاصله في اكاديميه الفنون. لا الحقيقه لا. طبعا هتروح تشوف واقفين معانا وقفه عظيمه جدا. استاذ محمد نور رئيس حي متميز جدا جدا جدا، رجل سلس مش معقد، ما عندوش البيروقراطيه الحكوميه. الحقيقه ليل نهار في الشارع معانا، بيجي بنفسه، بيبذل مجهود عظيم جدا جدا، فانا بحييه وبشكره الاستاذ محمد نور رئيس حي العمرانيه على المجهود العظيم اللي بذله معانا في اكاديميه الفنون. يعني الناس تستاهل الشكر طبعا، ما هو لو العكس كنا هننقد ولا ده مما لا شك فيه ولا غلط. يعني الناس لما تعمل حاجه حلوه لازم يترفعوا السما بصراحه، حقهم ولو حد عمل يعني حاجه مش حلوه. يعني هقول لك حاجه، انا دايما مرور فيصل ده في شكوى منه والله. انا رحت للسيد مدير الامن
كان السيد اللواء طارق مرزوق قبل ما يمسك رئيس مصلحة السجون، شكرته على ضابط اسمه محمد صلاح في مرور فيصل، قلت له نموذج مشرف. حق ربنا نموذج. على فكرة مش معايا، لا انا مخدش محتاج حاجة. انا مراقب، واحنا بنراقب ونعرف نراقب والله. انا يعني انا بروح الحقيقة بقى مرور العجوزة لو على ذكر الموضوع. طبعا مرور العجوزة انا بشوف فيه. هناك العقيد طبعا. احمد حسني يا سلام، رئيس يا سلام. الوحدة، راجل عظيم، حتة راجل ادب واحترام ولطف وتواضع، وماشي يلف في المكان وياخد باله من الناس ويشوف الناس كبار السن يدخلهم مكتبه جوه ما يقعدوش بره. تعالى يعني نتفق ان بقى فيه نقلة. ده صحيح، ده صحيح. الادارات التابعه لوزاره الداخليه ده حقيقي، ده حقيقي. يعني يعني مرور الشيخ زايد بقى متميز جدا 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 برهان بيه، وانا في انا في العجوزه وحتى في اصل انا بقول لك ليه فيصل، فيصل ده كان دائم الشكوى، لا ده كان زمان زحمه قوي. انا شفت شيء مشرف، يعني انا مش فاكر كل اسمائهم، ولكن بجد حاجه مشرفه تليق بان احنا يعني نقول دول بيمثلوا يعني اهم جهاز من اجهزه الدوله. ده مما لا شك فيه، رجال الشرطه مما لا شك فيه. نرجع على النقابه، نقابه المهن التمثيليه. ليه لحد دلوقتي ما شفناش مشروع قانون يقدم من النقابه او من وزاره الثقافه علشان يعرض في مجلس النواب؟ لا ما انا قلت لحضرتك احنا قدمنا قانون فعلا، وكان فعلا اجيز ايام الدكتور فتحي سرور. اوكي، ولكن الرئيس مبارك رفض يعتمده. وانا ناقشت رئيس مبارك في ده لما حكيت له، يعني انا كنت اتقابلت مع رئيس مبارك انا وافد من الفنانين في 2010 وكنت ناقشته في الموضوع ده. فطبعا احنا دلوقتي بصدد مشروع جديد تاني، كنا قدمنا عايزين ناخد نسبة من تذكرة السينما، رفضوا، قال لك كفاية اعباء على المواطنين، في حين ان هم لسه عاملين على تذكرة السينما والمسرح لصالح الجمعيات. طب واحنا فين النقابة بتاعت الممثلين يعني المهن يعني التمثيلية؟ يعني ما هو احنا لن نتنازل عن حقوقنا، واحنا مش طالبين لحد زي ما انا قلت اعانات ولا معاشات، احنا طالبين حقوقنا التي يجب ان نحصل عليها كنضمن للفنانين والقوى الناعمة حياة كريمة ومعاش كريم ايضا بعد التقاعد. انا هنا قادر افهم انه النقابة بتتعامل مع ازمات الاعضاء الصحية او المادية بقدر المتاح طبعا، وانه بنحاول قدر الامكان ان احنا ننمي الموارد، ونتمنى ان يبقى القانون ده يجاز ويعدي ونقدر يبقى النقابة ليها نصيب من تذاكر السينما والمسرح. طب لكن النقابة باعتبارها اتحاد مهني يراعي مصالح أعضائه، هل بيبقى لها دور في بشكل أو بآخر في تنظيم العمل، تنظيم التشغيل؟ في ناس ما بتشتغلش وناس بتشتغل، أحيانا ما يمكن أن نطلق عليه في شلل بتشغل بعضها، النقابة بيبقى لها دور في ده ولا لا؟ شوف هقولك على حاجة، هو من الخطأ أن نلقي على النقابة هذا العبء أو هذا أكيد. الدور، لأن هل نقابة المحامين بيروح لها محامي، بيروح محامي النقيب المحامين يقول له شغلني؟ هل في طبيب بيروح لنقيب الاطباء يقول له شغلني؟ هل في مطرب هيروح للاستاذ هاني شاكر يقول له شغلني؟ انا اشك في الكلام ده، ولكن نقابتنا يمكن اعتادوا على هذه الطريقه ويقول لك اصل في ماده في اللائحه. لا، الماده في اللائحه ان احنا نحافظ او نضمن، والحفاظ والضمان من خلال العديد من القرارات، ان احنا نمنع الدخلاء على المهنة، ان احنا ننظم التصريح. يعني احنا لما جينا نناقش في مجلس الشعب القانون بتاع التصريح كنا رافضين يبقى فيه باب للتصريح، رفضوا وهجمونا بشدة وقال لك انتوا عايزين تعملوا حكر البلد فيها مبدعين، وانتوا عايزين تعملوا النهاردة الدستور نفسه بيكفل حرية الابداع. فالنهاردة كنا عايزين نحد من التصريح او نحد حتى من الناس اللي بتشتغل غير الاعضاء او غير الخريجين. ففي مجلس النواب رفضوا بشدة، في مجلس الشعب بشدة، وقال لك ان انت عايز تاخد رخصة كي تصادر على مبدعين وعلى موهوبين حقيقيين موجودين في القرى والنجوع ولا مراكز الثقافية الى اخره. لكن انا دوري ان انا احافظ، امنع التصريح، امنع الدخلاء، اوقع عقوبات على اللي بيشتغل بدون ترخيص او بيشتغل. ولكن انت في مهنه برضو يجي يقول لك ايه اصل دي رؤيه المخرج، اصل دي مش عارف ايه، اصل فاهمني. طب النهارده انت كمان خلي بالك، اما كنا بنتعامل مع اجهزه الدوله كان سهل، انما انت النهارده بتتعامل مع شركات خاصه وشركات خاصه ومنهم حاجات مش في مصر. يعني مثلا انت ما تيجي القناه بتشال في دبي وتعرض المنتج هنا
طب انت بتعمل ايه؟ قناة فضائية بتشتغل خارج النطاق. لكن احنا بنحاول ونحاول. احنا خدنا مسرح عملنا منه منصة يقدروا الشباب يقدموا نفسهم مهرجانات وبعض العروض الفنية والمسرحية. يعني عملنا تجارب كتير، عملنا مكتب كاستنج وللأسف ما قدرناش نصمت فيه الأسباب هقولها بعدين يعني إلى آخر. هنقولها بعد الفصل؟ آه. يبقى نقول الأسباب بعد الفاصل على مسألة أن النقابة عملت مكتب للكاستنج قد يساعد بشكل أو بآخر في حل مشكلة التشغيل من الفنانين أو تشغيل الفنانين أن هم يقدروا يخشوا يشوفوا شغل. خلينا نروح للفاصل ونرجع مرة تانية لدكتور أشرف زكي في الموضوع ده عشان ده موضوع مهم ومليان تفاصيل. فاصل ونكمل الكلام. انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بيكم معنا مره تانية في برنامجنا حروف الجر، ولسه ما دخلناش في الاسئله السخنه بالمناسبه يعني، بس خلونا نجدد الترحيب مره تانية بدكتور اشرف زكي فنان الكبير ونقيب المهن التمثيليه. وانا بتكلم على مساله تنظيم المهنه، قلت لي احنا عملنا مكتب للكاستنج تبع النقابه بس ما مشيش. لان في مكاتب منافسه قدرت تستقطب بعض اعضائنا وتحرضهم علينا. ما هو المكتب ده هيقفل كل المكاتب المنافسة. فبدأوا بقى بس انا المفروض كعضو في النقابة ولاقي مكتب تبع النقابة يبقى انا كده. ما هو بدأوا يقولوا لهم ايه بقى؟ يعني مجموعة ده بيشغلوا ناس بعينها، ده بيشغلوا بعضيهم، ده ليهم ناس بدأوا وانت عارف بقى يعني الزن على الودان امر من السحر. طيب فبدأت تبقى في دعوات كتير جدا ضد ال المكتب. عملنا في المسرح اول ما خدناه يعني اتفاقيه مع احد القنوات الفضائيه على عمل مسرحيات على غرار كده التجربه بتاعت اشرف عبائي ونهارده وبتاع، برضو يعني حصلت مشاكل برضو لكل زملائنا طبعا عايزين يشتغلوا، وطبعا انت بتشتغل في مسرحيه تعدادها 5-6 افراد فبتعمل كل اسبوع مسرحيه مش هتستحمل العدد كله، يعني حصل ان احنا اضطرينا برضو نلغي المشروع. لكن يعني عندنا لسه بفكر بصوت عالي امبارح على مسألة مشروع مسرح التلفزيون بتاع زمان اللي اتعمل ايام جمال عبد الناصر، وانه ده خرج مجموعات عظيمة جدا من الفنانين والكتاب الخ. فليه فكرة زي كده ما يعادش احيائها مرة تانية بالتعاون ما بين النقابة الاكاديمية او الوزارة بشكل اكثر عمومية وما بين التلفزيون؟ بس طبعا الافكار على قراءة الطريق، يعني كلنا فكرنا طبعا في موضوع مسرح التلفزيون او ان احنا نرجعه تاني الى اخره. ولكن خلي بالك الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللي اتعمل فيه ده ما كانش زي دلوقتي. انت النهارده عندك تلفزيون بقى قديم النهارده يعني دلوقتي عصر المنصات، المنصات والموبايل في ثانيه بتلاقي الحاجه. لكن احنا عاملين حاجه لطيفه جدا، عاملين مهرجانات مهمه. امبارح كنت بتفرج على عرض مهم جدا عاملينه الشباب عندنا اسمه ملحمة السويس، بيتكلم على شعب السويس الباسل اثناء لما محاولات التهجير ولما حصل العدوان وكده، وازاي يعني انا بكيت بكاء شديد جدا امبارح وانا بتفرج وتاثرت بالشباب. المهرجان ده افرز العديد من المواهب، يمكن لو شفت مسلسل زي الاختيار السنه فاتت كان فيه يعني نص الشباب اللي موجودين دول من المهرجان، لان بيجي مخرجين ومنتجين ومؤلفين بيتفرجوا بياخدوا الشباب. احنا عاملين ده برضو في معهد فنون مسرحيه احنا بالمهرجانات وبندعو لجان التحكيم فيها مخرجين مهمين ومنتجين ومؤلفين. طب ده دكتور بيقودني الى مساله انه انا قاعد مع دكتور اشرف زكي الذي يرتدي قبعتين، قبعه النقيب وقبعة رئيس الأكاديمية. هل في تعاون ما بين الأكاديمية ووزارة التربية والتعليم بالتحديد علشان مسألة مثلا دعم المسرح المدرسي، الفرق التمثيلية بتاعت المدارس بتاعت زمان؟ هقولك على حاجة، تصدق ان انا يعني الساعة 12 الظهر كنت بتكلم مع اللواء عمرو بوصيلة احد قيادات وزارة التربية والتعليم، لان احنا عاملين مشروع ان شاء الله خلاص هندشنه خلال ايام للمناهج الدراسية عبر وسائل الفنية.
طب انا كده مكشوف عني الحجاب الحمد لله. وهنعمل زي ما يسمى بمصلحة المناهج، وما هو ابعد من ذلك كمان، ان احنا نعمل يعني مثلا من خلال طلبة معهد السينما نعمل بحاجات خاصة بالتكنولوجيا يعني المتقدمة، رسوم متحركة بالحاجات الاخرى، زي مثلا نقدم مادة الكيمياء، مادة الفيزياء، زي حروف الجر، اللغة العربية، التاريخ، القصص إلى آخره عبر الوسائل الفنية. بس ده في التعاطي مع المنهج، لكن فكرة عودة المسرح للمدرسة والله دي هتبقى بداية. وإحنا اتكلمنا، بص إحنا أول مرة نطرق باب وزارة التربية والتعليم في الأكاديمية في عهدي أنا تحديدا كان من خلال فكرة كنا عملناها، وهي المدرسة التكنولوجية التطبيقية، وهي ما بعد الإعدادية، بحيث بتخرج فني صوت، فني كاميرا، فني إضاءة، فني مكياج، فني تصنيع عرايس، فني تصليح آلات موسيقية إلى آخره. ولما جه السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي مع معالي الدكتورة إيناس عبد الدايم والمحافظ سيادة اللواء أحمد راشد، الحقيقة يعني كان وزير التربية والتعليم أول مرة يخش أكاديمية الفنون، والحقيقة يعني أثنى ثناء عظيما يعني. وأنا كلمته في موضوع عودة المسرح المدرسي، وقلت له أنا راصد عدد المسارح اللي موجودة في مدارس الجيزة وأبدأ بيها على كبداية، وفعلا إحنا قدامنا مشروع إن إحنا نطور المدارس دي ونرجعها للحياة أخرى أو للتشغيل مرة أخرى، وإحنا نبتدي كفنانين أو كأبناء مننا كتير أبناء لمدارس يعني أنا طبعا. ابن مدرسة الأرمان حلو. إن إحنا نرجع تاني نشاط المسرح المدرسي. أنا رأيي أستاذ يوسف إن إذا أردت إصلاح حال هذه الأمة أو أي أمة عليك أن تبدأ بالمدرسة طبعا. فالمدرسة يعني هي القيمة الحقيقية، وقد يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك، ثم جاء الشاعر ليبحث عن تعظيم للأم فقال الأم مدرسة. مدرسة. طيب هو المشروع ده أقدر أقول يبدأ إمتى؟ إحياء المسرح المدرسي جزء من النشاط بتاع الأكاديمية، إنه نقدر عن طريقه برضو أحيي الموسيقى في المدرسة يعني، وهقدر كمان أضمن إنه على الأقل خريجين الأكاديمية هقدر إن أنا أساعد إن هم يبقوا موجودين بيشتغلوا جوه المدارس مسؤولين عن هذه الأنشطة الثقافية والفنية المباشرة وهكذا. إمتى؟ والله هو على وزارة التربية والتعليم إنها ترجع مادة الموسيقى أو مادة الفن في المدارس. احنا كلنا نتاج المسرح المدرسي حلو، كلنا حبينا الفن من المسرح المدرسي أكيد. او الرياضه فانا يعني، واعتقد ان احنا امام وزير التربيه والتعليم يعني مثقف ومجتهد جدا، والحقيقه يعني تنبأ باحداث حدثت يعني بالفعل، فانا اعتقد ان هو لن يبخل تنبأ بالكورونا عارف ان في كورونا، فانا اعتقد ان هو لن يبخل عن ان هو يوافق. وانا اوعدك ان من بكرة هشتغل على ده فورا، ان احنا نخاطب معالي وزير الثقافة لمخاطبة معالي وزير التربية والتعليم لعودة مادة الموسيقى او الفن في حصة. واحنا يعني كفنانين، مش اقول نقابة ولا اقول اكاديمية، احنا فنانين مصر تحت امر المدرسة والمسرح المدرسي. كل الفنانين ممكن يبقوا تحت امر المدرسه والمسرح المدرسي، انا بتكلم باسمهم مهما بلغ الاسم والشهره والصيت. انا بقول لحضرتك كلهم محدش هيبخل، محدش هيقول لنا انا مشغول، انا لا. بصور، انا لا. مسافر، لا لا، لان احنا بنرد الفضل. محدش هيتعالى على مساله انا هنزل مسرح مدرسي. المدرسه صاحبه الفضل، المدرسه يعني انا مدرستي صاحبه الفضل عليا، لولا مدرستي ما كنت جالس امامك. الجيل الأصغر من الدكتور أشرف زكي هيفكر بنفس الأسلوب؟ آه كلهم من نجوم الفن الشباك الفن الفن الفنان عنده أكثر الناس يعني حساسية ومشاعر، وهو حبه وولاؤه لمن وقفوا معه كبير، ولا يمكن ينسى دور المدرسة، لأن أنت لو دورت على أي حد فينا هتلاقي المدرسة اللي لعبت الدور. فمن حق المدرسة أن نرد لها الجميل يعني ده على عهدة الدكتور أشرف زكي نقيبا للمهن التمثيلية يتحدث باسم جموع الفنانين. أنا بقول لحضرتك إن إحنا هنطلق مبادرة فعلا لإحياء المسرح المدرسي،
وانا بوعد حضرتك وارجوك انك تتابعني معك. ان انا هبتدي اشتغل على ده من بعد بكره يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021. يا مسهل الحال. هستأذن نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع دكتور اشرف زكي في برنامجنا حروف الجر، لو سمحتوا استنونا. انتم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب خلونا نجدد الترحيب مرة تانية الدكتور أشرف زكي ونسأل المشاكل اللي بتحصل ما بين الفنانين وبعضهم البعض داخل النقابة من وقت للتاني، بيبقى فيه موسم الخناقات. عمر ما حصل مشاكل مش كده برضه؟ في مواسم كده مش عارف بتحصل ايه، فجأة تلاقي خلال شهرين ثلاثة تك 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 حد عمل لنا عمل حاجات حد عمل لنا عمل في حاجة رصد معمول. مشكلة باسم سمرة ورحاب الجمل، بعيدا عن التفاصيل التي قتلت بحثا في صفحات الجرايد او بعض البرامج، لكن دكتور اشرف شافها ازاي؟ شاف المشكله الاول ازاي من بره الاطار بتاعها؟ شفتها ان ما كانش ينفع ان حد يكتب الكلام ده يعني يعني ايا ما كان مين الغلطان. يعني انا هفترض ان انا روحت مكان ومطبس خلاص يمشي يعني ما لكن ما ينفعش ان انا يعني واكم اتعزمنا في حاجات واكم روحنا حاجات وروحنا اماكن ومطبس يعني ما لقينا شيء مش حاجه خلاص انا همشي. انا قاعد في اوضه فيها ناس بتدخن وانا مش عايز خرجت. لكن يعني احترامنا لبعض امر واجب وانا بعز جدا رحاب وبعز جدا باسم وهم يعني الاثنين اصدقاء والاثنين فنانين مهمين جدا جدا جدا، لكن الخاسر لا هو ولا هي، الخاسر احنا كلنا كفنانين، لان التصرف اللي حصل اساء لنا جميعا طبعا. يعني عشان كده انا طلعت اعتذرت باسمنا وخدت قرار واضح ان اللي هيسيء لزميل او هيسيء لنفسه او هيسيء للمهنه سيتم ايقافه او شطبه من النقابه، لان احنا مهنه مش ناقصه يعني احنا فينا اللي يعني الناس احنا عندنا دوشه كفايه يعني، وكمان في ناس شايفانا وحش في ناس رايها فينا ده، في ناس مجلس النواب للأسف مأساة والله. للأسف يعني هقول لك ايه، فاحنا ما ينفعش ان احنا نعمل كده ببعض او 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 الناس بتحبنا وبتحترمنا وبتنظر لينا نظرة كويسة. طبعا انا مش بقول الكل لان في ناس مهما عملت هي ضدك يعني، لكن احنا ما ينفعش ان احنا نشوه نفسنا بنفسنا، مرفوض تماما. يعني كتير الواحد يقعد يتساءل انه بعد شد جامد جدا ما بين رحاب الجمل وباسم سمرة واتهامات ورسائل متبادلة شديدة السخونة لو صح التعبير، حضرتك جمعتهم وبعدين قالوا في بعض قصايد شعر، السؤال هو قلت لهم ايه علشان لا يقولوا قصائد شعر متبادلة؟ اسرار المهنة دي. لا هم لا بص هم الاثنين يعني انتبهوا ان 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 هم يعني كانت في سحابه صيف كده زي ما بيقولوا يعني او يعني عارف اقول لك ايه يعني انتبهوا ان ما كانش المفروض ده يحصل. يعني هم الاثنين قولي مع بعض يعني وصلحوني واعتذروا لي، وفي ناس طبعا ليها اراء وبتاع، لكن يعني احنا اضرب ظروفنا واحنا اضرب مشاكلنا نحلها ازاي، محدش واصي علينا، ومش يعني بنشكر كل الناس اللي اجتهدت انها توجهنا نعمل ايه. احنا ما بنتدخلش لحد، ما بنروحش لحد نقول له اعمل كذا او ما تعملش كذا. يعني ارفعوا ايديكم عن الفن. اتضايقت من الاجتهادات بتاعت اعملوا كذا او اتصرفوا بالشكل الفلاني؟ احنا يعني يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. ما تقولش انه يمكن الناس من حبها في المهنه وحبها في الفن وتقديرها للفنانين المصريين اجتهدوا في طرح وسائل للعقاب. انا محترم كل الاراء، لكن انا بتكلم على بعض الناس اللي تجاوزت الخط الاحمر. يعني في ناس تجاوزت الخط الاحمر ازاي؟ لا يعني في ناس غلطت
يعني وانا مش عايز يعني اذكر نفسي وأضايق نفسي ببعض الناس اللي انا كنت بحترمها وما بقتش بحترمها ان هم يعني 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 ما انا لو هركز معاك ما انا برضو هطلع فيه حاجات كتير قوي شخصيات عامه يعني بعض الناس الغلط. بعض الحاجات اتكتبت وبتاع يعني يعني كل واحد خليه في حاله. انا يعني مع احترامي ارفعوا ايديكم على الفن، انا مش عايز اوصيه على الفن. يعني يعني انت بتتصيد، طب ما تشوف اماكن اخرى وتشوف نفسك الاول، بص في المرايه، بص في المرايه. انا بقولش احنا ملائكه، لا احنا عندنا اخطاء وزينا زي مجتمع في الدنيا. الله تفتح صفحه الحوادث اقرا هتلاقي، ما انت لسه من كام يوم مش عارف في طبيب ايه وفي رجل ابن رجل اعمال ايه وفي يعني 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 انا لا اتهم احد على فكره، ولكن بقول ان احنا فئه زي اي فئه، في مهنه موجوده بشر. فيها يعني. احنا بشر، فينا كويس وفينا الوحش وفينا الصالح وفينا اللي انحرف وفينا زي اي فئه في الدنيا. ما قلتش احنا ملائكه طبعا، وليس في هذا التوقيت، ولكن منذ القليق وكان فيها هابيل وقابيل يعني 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 فالنهارده احنا لا نرتدي يعني رداء الملائكه، ولكن احنا بشر والبشر خطائين، ولكن يعني اللي بيحبنا يعني يعني ينصحنا وجهنا، ولكن مش تشتمنا، ما تضربنيش تشتمنا وتسخر مننا وتنال مننا. واحد يقول لك نقابة كل واشكر، انا مش هرد عليه نقابة كل واشكر ده انت بقول. عملت نفسك من النقابة دي، عملت اسمك من النقابة دي، الكيان اللي انت فيه ده من النقابة دي، لكن انا مش هرد عليه ومش هقول اسم. لكن اللي هينال من الفنانين او من النقابة سوف ننال منه، واحنا مش عاجزين، احنا مؤدبين ومحترمين. ده تهديد ولا ده تحذير؟ تحذير، انا لا اهدد، ده تحذير. انا كل واحد يخليه في نفسه. انا فجأة كل ناس كتيرة بتأوصياء علينا، وناس قاعدة في التكييف تقيم. انت ما ادراك، ما ادراك انت داري بايه، انت شايف ايه، انت تعرف ايه. الله، يعني يعني زي ما سمعت كده، ايه الحق ده فلان مش لاقي، طب ما تطلع حاجه يا اخي. يعني في بعض طب ما تعمل حاجه. يعني اذا كنت ترى ان فنان في ازمه ماليه بدل ما توجه ليا وتشهر بيه، ده ربنا ستار، خلينا نساعد ونشوف مع النقابه هنحل الازمه ازاي. بالظبط، ده ربنا ستار، ربنا ستار. الله، وانت عملت تفضح في الناس. ساعات البعض يقول انه ما هو احنا بنضطر نكتب ده في مقال او نكتب ده في حاجة على السوشيال ميديا لانه عايزين نلفت نظر النقابة ان في مشكلة، والبعض الاخر يقول اصلا النقابة ما بتتحركش. ده مش كلاما، اقولك على ما يثار، النقابة ما بتتحركش غير لو بقت المسألة قضية رأي عام. هقولك على حاجة، انا بص بحترم اي حد يبعث لي رسالة، حلو، بحترمها جدا جدا جدا، وبحترم اي حد ينصحني او اي حد يوجهني او اي حد يلفت نظري، لكن مش هحترم حد يشتمني، ومش هحترم حد يهني، ومش هحترم حد يهين مهنتي او يهين زمايلي. فهنا الخلاف، لكن تعالى قول لي في كذا، لو شفتني ما اتحركتش ازعل، اتعامل، اعمل رد فعل. لو شفتني ما 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 عملتش الواجبي، انت مش عارفك احنا بنعمل ايه. هو انا هطلع اقول يعني معلش مع احترامي، انا هطلع اقول احنا عملنا ايه ولا عملنا ايه؟ هطلع اقول ده احنا ساعدنا يوسف الحسيني، ده احنا دينا اعانه لاشرف زكي؟ ما ينفعش، ما ينفعش. احنا عندنا هموم كتيره قوي، ولكن انت مش شايف، وعندي مشاكل كبيره، واحنا قادرة نحلها ازاي؟ انا مش عايز اوصياء فجأة ناس كتيرة، زي ما مرة يعني كابتن حسن شحاتة قال انا مشكلتي ان في 100 مليون مدرب. مدرب طبعا، مصر بلد 100 مليون مدرب. فانا النهاردة بقى عندي ناس كتيرة جدا، لكن انا بحترم الناس، وعلى فكرة انا باخد اراء ناس واكلمهم، وصحفيين واعلاميين، اقول لهم غششوني، اعمل ايه في دي، اسوي هنا ايه، رأيكم ايه، واخد بالك، مخابة من استشار. وعلاقتنا بالنائب الصحافة وبالصحفيين وبالإعلاميين علاقة متميزة، لكن في ناس معينة نفسها يعني أوصياء، فأنا بقول للأوصياء يمتنعون، ارفعوا أيديكم عن الفنان المصري. عندك حاجة
كلمة طيبة تعالى أقولها، ما عندكش خلاص لا. هفرق إزاي ما بين فرض الوصاية وما بين المحبة أو الخوف على النقابة أو الخوف على المهنة أو حتى المحبة للدكتور أشرف؟ ما هو واصل يا أستاذ يوسف، هي واصلة، يقدر يوصل. ما كانت أمي أمك تقول حبيبك يبلع لك إيه الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. ما هو النهاردة ما أنا قلت لك إن إحنا مش خطائين، إحنا خطائين، محدش قال كده، مفيش حد مش خطاء على فكرة طبعا خلاص. فالنهاردة إحنا عندنا أخطاء زي أي مهنة في الدنيا فيها أخطاء، لكنك مننا تحت دائرة الضوء، فطبعا إحنا متشافين أكتر. يعني النهاردة لو أنا مثلا اتخانقت وفي واحد عادي يتخانق، أنا اللي هبقى في ال في ال في بورة الضوء، وأنا ده بيفرض عليا أن أكون ملتزما وحريصا في سلوكي وإلى آخره. طب عندي حد خرج عن النص، حد خرج عن المنهج، هعمل إيه؟ هعاقبه والله، بس سيبني أعاقبه. يعني انا ما جيلكش الاذاعه اقول لك مهندس الصوت غلط، انت اعمل فيه، يعني انت عارف انت عندك رولز وعندك لوائح وعندك قوانين وعندك كمان ظرف. يعني احيانا بيبقى مشكله في توقيت مش مناسب. يعني عارف في قرار مناسب ولكن جاء في توقيت غير مناسب، او قرار غير مناسب جه في توقيت. يعني مثلا حتى يعني معلش انا اسف، في الكوره مثلا ان انت عايز تخرج لاعب فجاه اللاعب ده جاب لك جون او في يعني بتبقى احيانا الظروف ما بتخدمنيش. طب يعني قلت لي احنا خطائين، خير الخطائين التوابين. امتى اقدر اقول ان النقابه اخطات وتابت عما فعلت؟ موقف. لا يعني حاجات كتير، ما احنا يعني حاجات كتير ممكن نكون قيمناها غلط وتقييمنا طلع مش مظبوط. يحضرك ايه فيها؟ ها؟ يحضرك ايه فيها؟ لا يعني لو مش النقابه، لكن مره مثلا كان كنا عندنا مسرحيه زمان كنا بنعرضها في اسكندريه، وبعدين جه احد البرامج يصوروا وكانت المسرحيه فيها مشاكل رقابيه، فالفريق العمل يعني تعامل مع الفريق الاعلامي اللي جاي يعني بعنف شويه، وانا طلعت اعتذرت، كنت مع استاذه منى الشاذلي وطلعت اعتذرت وقلت لها لا احنا غلطنا. واحيانا احنا يعني تشهير ببعض غلط. الفنان مسؤول، الفنان مسؤول على كلامه وعلى لبسه وعلى حركاته وعلى تصرفاته، ما يقولش دي حريه شخصيه، لان انت بقيتش ملك نفسك، انت اللي عملك الجمهور، وعندما الجمهور يغضب او يرى تحفظ لابد انك تبص في المرايه، لان زي ما عملك الجمهور يقدر ينزلك وفي ثواني على فكره. لكن انصحني وجهني، مش يعني انما يعني احنا شايفين، ما انا بيكلمني حد يقول لي فلانه مش عارف ايه ولا فلانه لبست ايه، ما انا عارف بعمل ايه. انا مش شرط، انا مش هطلع اقول لك، زي ما انا مش هطلع اقول لك فلان اتعالج بكام ولا يعني حد يقول لك ايه النقابه عملت، انا مش هقول لك النقابه عملت ايه، لا قول لي النقابه ما عملتش. يعني قول لي النقابه اثرت خلاص. هو انت بتبقى عارف ان في فنان عظيم متوفى وملوش تربه يدفن فيها؟ بتبقى عارف ان في فنان عظيم ومريض ومفيش فلوس يتعالج بيها؟ انا احد الفنانين العظام الاسماء الكبيره كان في مستشفى، توفى في مستشفى العجوز، جالي ابنه قال لي بابا سايب لك الظرف ده، وهو ما كانش، وكان فنان مهم جدا، ما كانش يملك خالص فلوس. فتحت الظرف لقيت فيه كاتب النعي بتاعه في الاهرام وسايب لي فلوس النعي. يا سلام. يعني كاتب توفى الى رحمة الله الفنان، كاتب هو كذا قريب كذا ونسيب كذا وسايب لي فلوس. الناس ما عندهاش استعداد تشوفك لابس مش كويس زي ما قلت من شويه. فانا بس بقناشد، يعني اللي بيحبونا احنا عارفينهم والله، وبيقولولنا وبيجونا وبيكلمونا وبيبعتولنا وبنستجيب وبنحترم ده، لكن اللي بيهنونا ويشتمونا ويسبونا من اجل البحث عن الشهره او البحث عن دور، بقول لهم ارفعوا ايديكم عن النقابه. دكتور أشرف قال أنا مش هقول أسماء، لكن الفضول يدفعني إن أنا لازم أعرف، فهطلع فاصل أعرف في الفاصل وبعدين السر في بير. ما خلصتش الحلقة، استنونا في حروف الجر مع ضيفنا العزيز دكتور أشرف زكي لو سمحتوا، استنونا. انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يا الأخل وساخل
طيب خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بالدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، وكنتنا بنتكلم على مسألة الفنانين. طيب هل النقابة تحاسب أو تتحدث أو تحقق مثلا مع رانيا يوسف على ما ترتديه، ولا على تصريحات رانيا يوسف، ولا على ولا ده ولا ده؟ بص هقولك على حاجة، يعني احنا عندنا طبعا يعني محاسبة داخلية، محاسبة داخلية تصل الأول للحوار ولفت النظر والتنبيه، لأن زي ما أنا قلت احنا مسؤولين عن سلوكنا ومسؤولين عن كلامنا ومسؤولين عن لبسنا، مسؤولين عن حاجات كتير قوي. ما فيش حاجه اسمها حريه شخصيه، لان انت زي ما انا قلت من شويه ما بقتش ملك نفسك. انت زي ما الناس بتقلدك والناس بتحبك والناس بتصور معاك، زي ما الناس برضو من حقها ان تنتقدك نقد محترم، مش تهينك او تشتمك عشان ما بقاش بتناقض انا نفسي. فيه لكن احنا بنتكلم معاه، اما حد بيعمل حاجه بنتكلم معاه. والله استجاب اهلا وسهلا، ما استجابش بقى احنا لينا يعني عندنا بقى لائحة النقابات يعني بتدينا حق التحقيق. ولا اتكلمتوا مع رانيا ولا اتكلمنا مع كل الناس؟ مش رانيا مش عاوز تقول لا، واتكلمت انا، اتكلمت معاها بقى. انا اتكلمت على فكرة، يعني انا مش دفاعا عن رانيا، يعني رانيا بالمناسبة يعني رانيا انسانة طيبة جدا 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 ومن الناس الطيبين اللي انا بحبهم، ولكن يعني عندها كم غلطه كده، يعني بيبقوا اي هفوات، ولكن هفوات بتبقى كبيره شويه. لكن انا اتكلمت معاها ساعه مهرجان السينما واللي حصل، واعتذرت لي وقالت بقى التبرير اللي انت عارفه. الاحداث الاخيره انا ما اتكلمتش معاها. ليه؟ لاني زعلان منها. الى اي مدى زعلان؟ لا زعلان منها لانها يعني يا رانيا احنا لازم نبقى خايفين على بعض. يعني قد تكوني بتقولي جملة انت مش مدركاها، لكن لازم تعيدي التفكير انت بتقولي ايه. قد تكوني حد يستقطبك، انت مش حد قليل، انت مش حد قليل، انت رانيا يوسف فنانة مهمة ونجمة كبيرة. فانت يعني انا اذكر ان انا يعني وانا طالب في المعهد التقيت مع سيدة الشاشة العربية في صدفة الحمامة في بيتها في عمارة ليبون في الزمالك، كنت انا ومجموعة من زمايلي. لم تكن تذكر اسم الا بلقب، يعني طبعاً. تقول الاستاذ بركات، فنانة رجاء حسين، يتحدثون عن بعض بغاية الاحترام جدا. لذلك هذا الجيل يعني يطلق عليه جيل العظماء او جيل الاساتذة او صح. جيل الرواد. فاحنا يعني ما اعرفش زي ما بيقولوا، يعني دي مش الفاظي، ولكن اقول لك عشاق الترند ومش عارف ايه والحاجات دي وبتاع. الكلام ده مرفوض، وانا يعني عندي عتاب شديد جدا، وبتمنى ان رانيا تقعد مع نفسها وتفكر، لان طالما ما قلتيه اغضب الاخر لابد من 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 إعادة النظر فيه. هل باللوائح المنظمة للنقابة ومحاسبة الأعضاء من الممكن أنه يتم استدعاء رانيا يوسف للمساءلة، مش هقول حتى التحقيق؟ أنا الحقيقة هقولك حاجة، يعني انطلاقا من مبدأ الصدق اللي بيني وبينك، أنا رفضت أن يزج باسم النقابة في تحقيق كهذا. يعني أنا ما النقابة ملهاش حق في مش ده؟ لا مش ملهاش حق، النقابة تحقق مع أعضائها وتسألهم وتعمل أي حاجة، لأن طيب. لأن أنا عندي ميثاق شرف وعندي ميثاق أخلاقي حلو. ولكن يعني أنا ما حبيتش إن, إن, إن يعني أدخل النقابة طرف في هذا الحوار، لأن الحقيقة مش عاجبني الحوار، وبيني وبينها تفاصيل لوحدنا يعني لما نلتقي. ولكن يعني اعتقد ان هي مدركه انها اخطات. هل اللقاء هيبقى قريب ولا هننتظر لحد ما رانيا تتصل بدكتور اشرف؟ لا احنا خلي بالك احنا بنلتقي كتير ويعني ما عندناش ترتيبات يعني لكن انا خايف عليها كمان، انا خايف عليها من رانيا. يعني انا خايف على رانيا من رانيا، يعني لان هي احيانا كده بتفلت منها حاجات. هي زي ما انا قلت هي انسانه طيبه جدا 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 كمان، يعني من اطيب الناس قابلتها في حياتي، ولكن احيانا بيخرج منها حاجات كده تبقى ممكن يعني
بدون يعني انها تبقى مدركه او بدون هي ممكن تبقى ردها كالرد يعني تلقائي كده عفوي، ولكن يعني انا متحسبش. وانت بتسالني انا مسؤول عن اجابتي طبعا، يعني ما ينفعش ان انا اخرج عن النسق العام او اخرج عن الاخلاقيات العامه او اخرج عن الـ 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 المنظومه الاجتماعيه اللي احنا بنعيش فيها. في الاخر احنا مصريين ولينا عاداتنا وتقاليدنا ولينا يعني لينا مناخ خاص وميزاج خاص، مش ما ينفعش حد يعكر هذا الميزاج. فطالما الكلام اللي انت قلتيه يا رانيا يعني ازعج الكثير، إذن يعني عليك بالاعتذار. في موسم السخونة كان موقف الشهير للنجم محمد رمضان وقصة الإمارات ولقائه بالصهاينة هناك أو 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 التفاصيل الناس عارفها، لكن دكتور أشرف اتخذ بعض القرارات، وعلى ما يبدو أنه حتى بمواثيق العمل النقابية وبما تم الاتفاق عليه في جمعيات عمومية كتير كان من الممكن أن يتم التصعيد تجاه رمضان أكتر من كده، إلا أنه توقف هذا التصعيد. ليه؟ لا ليه مش معناها اللي هو يعني اذبحوا الراجل، لا لا بس لا عايز استفهم يعني. لا لا خالص. بص يا فندم، أنت عندك قانون، القانون فيه تشكيل للجنة التحقيق. لجنة التحقيق فيها أو برأسها مستشار من مجلس الدولة. أنت ما انتش واصي على لجنة التحقيق، وما تقدرش تقول لمستشار منتدب من مجلس الدولة برأ ولا يعني ما ينفعش. طبعا لا تدين ولا تبرئ. يعني دلوقتي بقت محكمة. طبعا. يعني ونحن نحترم حكم القضاء. في قاضي بيحكم. القاضي حكم بحفظ التحقيق. ليه؟ لما أنا ناقشته. لأن قرار اتحاد النقابات بيقول ممنوع التعامل بأي شكل من الأشكال الفنية. مش بأي شكل من الأشكال. الفنية. مش مطلقة على عمرها. هو القاضي يرى، القاضي يرى أن محمد رمضان ما عملش مسلسل ولا عمل فيلم ولا فيلم ولا يعني دخل معهم في 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 مشروع فني. انما ان هو يرى هذا قاضي. انا ما اقدرش امام حكم قاضي اعلق. يعني قد اتفق معاه قد اختلف، لكن لما اتكلمت مع رمضان لكن لا يعني هو رمضان طبعا يعني وجهة نظره ان بيقسم ان طبعا يعني هو بريء من هذا، وانه هو يعني ما ما يعني طبعا كان في كلام اتقال يعني انا العهدة على ما قاله رمضان وما قدمه للجنة التحقيق ان خد فلوس او خد عربية، هو جاب كل الاثباتات الدالة على عكس ذلك. يعني الناس قدمت اثباتات انه هو كان يعلم ما يجري ما بين فيديوهات يعني بقى مش صور يعني فيديوهات. بص يا استاذ يوسف، انا في الاخر في محكمة او في قاضي، انا لست القاضي. انا فاهم القاضي. يعني هقول لك حاجه، انا مره كان عندي قضيه انا لازم اكسبها وما كسبتهاش. فروحت للنائب العام اشتكيت له، فالنائب العام قال لي طب تعالى لي بكره. رحت له قال لي يقين القاضي، يقين القاضي. انا هنا يعني في قانون نحترمه ولا لا نحترمه؟ طبعا نحترمه. طب انا تفتكر ان انا اقدر املي على مستشار مجلس الدوله؟ لا طبعا. هو كان ممكن نطالب باستكمال، ولكن انا ممكن احترم جدا بصراحة حكمة فكرة عدم الاستكمال، انه لو انا كنقابة كان ممكن احاول ان انا استكمل المزيد من التحقيقات، اطلب ذلك من الهيئة القضائية المنوط بها هذا الامر، تحقيق داخلي ممكن يبقى جوه النقابة. لكن السؤال، هل تعتقد انه محمد رمضان لن يقدم على مثل هذا الفعل مرة اخرى، ولا قد يقدم ويقدم نفس المبررات؟ لا، أنا أعتقد أن التجربة اللي عاشها محمد رمضان كانت تجربة قاسية جدا. يعني أقوى من الإيقاف وأقوى من الشطب من النقابة. يعني أن يتهم بهذه الاتهامات أعتقد أنها مش سهلة طبعا. وأنا في جلسات يعني بيني وبينه كده، يعني محمد كان بيتألم بشدة من ما يحدث معه، كان يعني بيحلف لي وبيقسم ان 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 هو يعني بريء من كل هذه الاتهامات. انا في الاخر يعني رايي الشخصي خليه بعيد، لكن احنا ارتضينا ان يكون هناك
او مش ارتضينا ده قانون طبعا. ان يكون في قاضي في هذا ما حكمت به المحكمه صحيح، ولا تعليق على حكم المحكمه مما لا شك فيه. للاسف وقت الحلقه خلص، وكنت عايز نقعد اكتر من كده، بس احنا قدامنا ميعاد لحد قبل رمضان علشان نروح نشوف الاكاديميه بتاعت اسكندريه، وبعدين انا عارف انه في حاجات كتير بتتعمل جوه اكاديميه الفنون ومعهد السينما، قلت لي عليه خبر حلو برضه. ان شاء الله نفتتحه قريب قوي، مستنيين بس الاشاره من معالي الوزيره الدكتوره ايناس عبد الدايم، صرح عظيم مش موجود زيه في العالم. انا حبيت انه ده يبقى اخر حاجه نتكلم فيها فعلا، ان تقول لي خبر حلو معهد سينما حاجه تانية مش موجود زيه في العالم. والخبر الاحلى كمان ان احنا فتحنا فرع جديد ان شاء الله، مستنيين قرار معالي الوزيره في الشروق. في الشروق خلال ايام ان شاء الله، الناحيه التانية من العالم بالنسبه بالزبط. لي بالظبط. طب دي حاجه كويسه جدا. دكتور اشرف انا بشكرك جدا جدا، شرفت ونورت، واتمنى ان احنا دايما نلتقي على كل خير باذن الله، والجيات باذن الله تبقى كتير ان شاء الله. الف شكر ليك يا فندم. كل الشكر دكتور اشرف زكي، نقيب المهنه التمثيليه ورئيس اكاديميه الفنون وفناننا الكبير. لو كلنا العمر هنتقابل الاسبوع الجاي الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره الساحره. سلامات. كنتم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.